بسم الله الرحمن الرحيم. فترة تغيير الريش اللي هما بيسموها القلش، الطائر بيغير ريشه تماما، وطبعا الفترة دي بتبقى فترة صعبة جدا بالنسبة للطائر. فأنت لما بتيجي تبص للطائر تحس إن الطائر خملان، تحس إن هو يعني عيان أو إن هو مريض، لأن الطائر طبعا بتبقى فترة صعبة جدا، بتبقى يعني نفسيته تعبانة، تلاقي الطائر دائما كاشش، تلاقيه دائما يعني قلة حركة، تحس فيه بخمول، بينام كتير. الفترة دي بتقعد مثلا من 3 أسابيع، ممكن تقعد شهر ونص حسب كل طائر. فأنت ما تقلقش خالص لما تلاقي الطائر بيغير ريشه، وريش كتير بيقع، فتعرف إن ديت مرحلة القلش أو مرحلة تغيير الريش. فما تقلقش، بس المهم إن أنت تحاول إن أنت تعرض الطائر للشمس. يعني شمس بسيطة، مش مثلا يعني تسيبه في الشمس طول النهار، يعني تعرضه ايه لأشعة الشمس دي، هتفيد الايه، هتساعد على سرعة تغيير الريش. لو الجو مثلا حر برضك، ممكن تحط له مثلا ايه، تحط له مثلا كوباية فيها مية او وعاء فيه مية، عشان ان هو يحاول ان هو ايه، ان هو يستحمى. والاستحمام دوت برضك بيساعد ايضا في تغيير الايه، تغيير الريش. ايضا الاهتمام الزائد جدا بالطائر في هذه الفتره، ان انت تقدم له الفيتامينات والاطعمه المفيده. الفتره دي بالذات قدم له الاطعمه المفيده، بس ما تقلقش تماما ادام انت شايف الطائر يعني خملان او كسلان او كده، ما تخافش خالص، دي فتره عاديه جدا وهتمر ان شاء الله بسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.